شوفوا هنايا يبدا يمشي في اللوتوروت يضرب الريتروفيزور بيده ويشد يديه بالعاني باش اللي يقف له يرجع له اغزر له اهو كمشي له زعما زعما ضربه ارزل له شو بيعمل يدي من بعد يقول له اعطيني فلوس تو عنده جي نص ساعة في نفس البلاصة مسكينة ما تعرفش الشيخ من عندها فلوس هاكا تو شد يده ورميه ولا زعما زعما يرد مدت له 10,000 اللي هو شوف مرا مسكينة ما تعرفش وهو يتحايل عليها هاكا مدت له او شيء شفتوه اها هو باش يعاود يعمل نفس الحكاية باش يعاود يشد نفسه ثنية دبر مصروفه وروح